يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يتوفى أحد العلماء الكبار يعمد بعض أهل القنوات الفضائية ممن يحب الخير فيصور مكان هذا الدرس، درس العالم، ومسجده ومنبره الذي خطب عليه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا تدرج إلى الغلو في الصالحين والغلو في العلماء، لا يجوز هذه الأمور. نعم، العالم تبقى سيرته وأعماله، وأما منبره وبيته ما فيها فائدة. عاد إذا عرفت بيته وش يستفيد؟ راح وخلص مات. نعم.